حصل علي بعض المواقف، واليوم بشرح للعرب ما حصل لي. نقبل صحيبي مكرم الجار والضيف، وهرجته وسط المجالس تسلي. عز الله انه من رجال المعاريف، ويا عوجته ما يعرف التخلي. يا كم قدم من ذريف المناشيف، وليا دخلته مجلسه ما تملي. واحنا اصدقاء مثل الجمال المواليف، تضوي سوا والصبح تسرح تفلي. يا ما تقابلنا سوى نشرب الكيف، من الدلالة الزاهية بات تجلي. يا ما بدانا في علو المشاريف، قبل طلوع الشمس في راس علي. رحنا نشوف المنحلة والمواسيف، ونصف حسبه للزمان المتلي. بتنوقنا الصبح نرجع مناكيف، وحاسبين الشر عنا مولي. الله أكبر لليالي صواديف، لو بعدت في ربع ساعة تحلي. أخدم لك الموت مالي تصاريف، وانا رجعت ما معي غير ظلي. ورجعت وعيوني حزانة مداريف، والرجل عن بعض المواطي تزلي. وعلمتها العربان بكل التواصيف، فرى صحيبي في هذاك المحلي. وقال لي يا والده سيرته كيف، وش الذي حصل بالأسباب قلي. قلته على الشاهي وزينا السواليف، في ثانية ولياه عنها مجلي. ودنياك لو زخرفت بالزخاريف، لبدها في كل واحد تطلي. وجيت مثبان الشتا والمصايف، تصير تغيرت في الجسم كلي. يالله لعل ما تجيها التكاليف، ويكتب عند الله صايم مصلي. لعل فوقه يلعبن الغطاريف، الحور زينات القبل والتحلي. اختم كلامي عد ما يبرق الصيف، وعداد ما يرعد مدونه يهلي.